ومن الشخصية الجميلة والرائعة اللي كانت في المسلسل ومعنا حاضر الآن. نعم. تذكر شخصيته ولا ما تذكرهاش؟ من الأخ حسن؟ حسن طبعا غيثان. حسن حسن مبدع متميز. وشاركنا حنا في عدة أعمال ما شاء الله عليه. نعم نعم. تذكر شخصيته؟ طبعا غيثان. غيثان غيثان. نعم إيه. غيثان راضي على الشخصية اللي قدمتها يا حسن؟ أكيد راضي. راضي على الشخصية. نعم. كان شخصية حلوة وممتعة جدا يعني. نعم. وحبيت الشغل فيها. هل شفت الفرق شخصية غيثان في الجزء الأول والثاني؟ أكيد في فرق. في فرق. لأنه كان الجزء الأول طبعا دخولي فيه كان مفاجأة. ويعني عارض كذا، كنت مش محسوب ضمن الطاقم ولا كذا. وكان دخولي في شخص في شخصية غيثان أيضا مفاجأة يعني بالنسبة لي وبالنسبة لطاقم العمل حتى. نعم. لكن إيش نوع المفاجأة يعني؟ انه طبعا جيت معي عمل معهم كنت مش محسوب ضمن الطاقم. ها عمل خارج. عمل خاص يعني خارج. ايوه. وبعدين تعرفت على الشباب وكذا وكانوا محتاجين بعض الادوار الخفيفه، فالاستاذ فلاح الجبوري والاستاذ فهد القرني قدموا لي التحيه طبعا ونهنيهم بالعيد وكل عام وهم بخير ان شاء الله. في البدايه اعطوني دور خفيف، كان دور اسمه دور غازي اعتقد، يمكن 3 مشاهد في المسلسل او شيء. وبعد كان الدور كان مع واحد ثاني شخصية غيثان، بس كان مش مرتاح مع الدور كذا وما انسجم مع الدور. فكان الأستاذ فهد يقول التغيير يعني إيش نغير من 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 من، قالوا ممكن حسن يضبط معه الدور نعمل له تجربة أداء. فدعانا مع الأستاذ فلاح وعملوا لي تجربة أداء والحمد لله ضبط معي الدور، وقالوا لي خذ الملف شخصية غيثان. كنت فاجأت يعني أول مش عارف كنت إنها يعني دور بطولي وكذا. والحمد لله مشينا. أول يوم كانت مشاهد شوية فيها توتر وصعبة شوية كذا، ولكن مع الاستمرار. لا أنت خطير، أنا درست أبعاد الشخصية النفسية والفسيولوجية ولا كل حاجة، ودخلت وغصت في أعماق الشخصية. ولا ما حد بيعطيك الشخصية هذا، شخصية غيثان مشو. أيوه. بس الدخول في الشخصية وكذا يعني مش عن دراية أو كذا، بس إنه حق حب في التمثيل وحق هواية. وكان سبق لي يعني بعض أعمال اللي هي يعني ساعدتنا على الوقوف أمام الكاميرا ومحاولة أنه تجنب الحاجات اللي تشوشك يعني ودخل في الشخصية. الشخصية هذه تعتبر أول شخصية لك كعمل درامي يعني. الجزء الثاني كان مختلف طبعاً. بعد الجزء الأول طلعت مصر وأخذت دورة في التمثيل برضو تقريباً 5 شهور في مصر مع الأستاذ علي بدر خان، معروف مخرج كبير. هنا بعدين اختلاف يعني انك انت تدرس الشخصية وتكون عندك بعض المعلومات عن كيف تقمص الشخصية صح، كيف تستخدم ادوات التمثيل صح، كيف. فكان مختلف يعني طبعا. وابدعت في الشخصية صراحة. الله يعطيك العافية استاذ خالد. لك في المسرح؟ اكيد البداية كانت من المسرح. من المسرح. ايوه كنا البداية كانت من المسرح المدرسي. نعم. من الابتدائية واستمر معنا الى الثانوية. في الثانوية كان البروز الظاهر يعني، وشاركت في عدة أوبريتات من ضمنها أوبريت تريم عاصمة الثقافة الإسلامية في 2010. كان الأستاذ عمر موجود معنا، كان المخرج الأستاذ علي سبيت، وشارك معنا في مسلسل الجمرة هذه السنة. تحية نعم إن شاء الله. أعطيك العافية.